مرحلتك مع النادي الأهلي مرحلة كانت مهمة جدا إلى أن خدت القرار بالخروج إلى جنوب أفريقيا. منذ عودتك مرة أخرى ابتديت تلعب في بعض الأندية وأنت الآن معار من النادي الأهلي، كانش في أي اتصال من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ لما رحت بيت فيست ابتديت بشكل كويس جدا مميز لغاية ما شهر واحد حصلت المشكلة. في آخر شهر واحد اتكلمت النادي الأهلي كان بيتابعني كويس قوي، وكان في كلام من كابتن سيد عبد الحفيظ إن أنا مش يعني عمرو جمال مش من اللعيبة اللي احنا مستنين نقيمهم، احنا عارفين إمكانيات عمرو كويس، احنا يعني ادينا له رغبته إن هو يطلع سنة ويلعب وكده. بعدين حصلت المشكلة فابتديت إن أنا أتكلم إن أنا يعني عندي مشكلة وكده. كان الوقت أزف جدا والوقت عدى عليا، كلموني وسندوني قالوا لي شوف انت عايز تعمل ايه واحنا هنساعدك. دي من اول الحاجات اللي كان فيه مسانده من النادي الاهلي. لغايه بعدين عدى شهر 3 4 وكانت المشكله مستمره، وكاس العالم خلاص فاضل شهرين، انا محتاج زي موقف عبد الله السعيد كده لما طلع الدوري الفنلندي شهرين، فانا محتاج العب قبل كاس العالم. بصراحه النادي الاهلي وقف معايا في الحته دي واستغنى عن مبلغ معين عشان اطلع الفرقه بتاعت فنلندا اروح العب الشهرين دول قبل كاس العالم.